السلام عليكم عشاق جلابة الحرة عند وديع البزيوي. المحل ديالنا متواجد في مدينة الرباط حي النهضة 2، رقم الواتساب 06 72 91 90 43. تحياتي للمتابعين وشكرا جزيلا على الدعم وعلى المساندة، وتحياتي للأخ الباكستاني الأخ محمد المقيم بدولة بريطانيا، الصديق ديال الأخ رشيد. خدمنا لي هاد الجلابة ديال القريصة مشرطة، اللهم بارك. هاد القريصة هادي نخوية خدمة المنسج، شي حاجة راقية تبارك الله. جوي معايا انا الخياطة يشوفها الإخوان. بالصحه والراحة الأخ، خدمنا ليه بالسفيفة كوزة، اللهم بارك. شوف شوف تبارك الله، هاد الدبانة هادي، هاد الناموسة دبانة رقيقة تبارك الله. شوف الخدمة، شوف شوف الإبداع. خدمنا لهاد الخرقة هادي صوفية ممتازة، خدمة المنسج ماشي دراز. هادي راه قريصة، شوفوا تبارك الله نخوية مليحة تبارك الله، التوب نازل ومليح. الخدمة في القب تبارك الله معانا. خدمنا ليه السفيفة في الطوق وفي الكم على برا وفي القب من الداخل. شوف تبارك الله الإبداع هنا. تحياتي للإخوان والناس اللي كيدخلوا عندنا من دول أخرين، راه كنبذلوا معاهم مجهود باش كنعطيو أحسن صورة على المغرب وعلى بلادنا الحبيب. كنعطيو واحد الصورة اللي زوينة، وهذا توفيق من الله الحمد لله. الإخوان كيثقوا فينا وفي المنتجات ديالنا، وكيحماقوا كيأكدوا لنا أنهم كيحماقوا على المغرب وعلى 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 الثقافة ديال المغرب، وهذا شرف للمغاربة وشرف لنا الحمد لله. وكنبغيكم تدعموا هذا القطاع هذا وتساندوه. هاد الجلابه هادي تبارك الله راه نخويه مليحه. انا زوينه معكم تشوفوا تبارك الله كي كتطلع، واحد اللوين فيها سبيسيال كرونه تبارك الله. شوفوا تبارك الله الجلابه كيف طالعه. كنبغي نقول للاخ بالصحه والراحه على الثقه ديالو وعلى الدعم. الاخوان اللي كيتواصلوا معنا وكيثقوا فينا، وحنا الحمد لله راه المعقول، راه ما سهلاش واحد يدخل عندك من دوله اخرى ويصيفط لك الفلوس ديالو، يصيفط لك رزقه وهو مازال انت كاع ما بديتيش ليه في الخدمه، كيصيفط لك الفلوس كاملين، كيقول لك غير بدا انا كنثق فيك وعندي كامل الثقه. هذا راه ما سهلش، راه باش الانسان يوصل لهذه المرحله ما سهلش الصراحه. هنا راه كاين بنادم اللي غير كيقول لك غير باش تصيفط ليه شي حاجه كيبقى خايف، انت عاطيه المليح وكيبقى منوي وخايف. هادو اخوان كيدخلوا عندنا من دول اخرين، شافوا فينا الصدق الحمد لله، وربي ما كيحشمناش. كنحاولوا حتى حنا ديما نعطيهم المليح، نعطيهم شي حاجه اللي نقيه. والله الله يوفق الجميع، وشكرا جزيلا لكم. بارطاجيو هذا الفيديو اللي قدر يبارطاجيه مع الاخوان ديالو. تحياتي لكم وشكرا جزيلا، اخوكم وديع البزيوي.